طب نشوف التقرير بتاع سحر الأول بعدين نرجع نتكلم معاه. أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، سحر سليمان عاشقة الأصالة. رغم حبها للغناء منذ الصغر، لم تظهر سحر سليمان موهبتها الكاملة إلا بعد مشاركتها في مسابقة عرب آيدول. ومع دراستها في كلية الآداب أصبحت سحر مطربة سوليست لجامعة القاهرة. شاركت في مسابقة إبداع 5 ولم يحالفها الحظ في حصد جائزة الغناء الفردي. موهبة سحر وقوة صوتها كانا سببا رئيسيا في ضمها واختيارها مطربة سوليست لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.